بتشوف المشروع العظيم مشروع قناة السويس الجديدة ازاي، وبتشوف ازاي الشعب المصري في اقل من اسبوع يعني دفع المبلغ اللي كان مطلوب؟ انا بشوف ان الشعب المصري دائما له معجزات، ودائما في ومعجزاته دائما على فكرة ما بتجيش غير في لحظات التحدي. واللحظات العادية اللي ما فيهاش اي تحدي بيبقى شعب ممكن تحكم عليه احكام قاسية جدا. لكن في لحظات التحدي زي مثلا حرب 73، زي 25 يناير، زي 30 يونيو، بتبان معجزات هذا الشعب وتبان خصائصه المتفردة. ففي التحدي ده لما يوجه الرئيس السيسي نداء للمصريين بالاشتراك في هذا المشروع باعتباره مشروع قومي لمصر، كان من الطبيعي برضو أن تحدث معجزة. وتأكد أن المعجزات ستتوالى أول ما يحصل أي تحدي، المصريين بيستنفروا. أن دي طبائعهم من آلاف السنين، أن هم في الحياة العادية اللي فيها ما فيهاش مشاكل بيبقوا عاديين جدا، لكن يبان جوهرهم ومعدنهم في وقت الشدائد فقط، في وقت المحن، في وقت التحدي، يعملوا يعني أفعال صعبة على شعب آخر أن هو يصنعها. فما كانش غريب انه يستجيب هذا الشعب بهذه السرعه في اسبوع ويجمع 60 مليار. هل 8 شهور ده ممكن يقيمه رئيس لحكم دوله كبيره زي مصر؟ بصي، لا، وست شهور كافيين لتقييم. لان هي الحكايه بتبقى الاشارات فقط، انت مش محتاجه. هم ليه المصريين كشفوا الاخوان في اقل من عام؟ لان هم كانوا واعدينهم يروحوا مثلا الاسكندريه، يركبوا معاهم القطر ويروح اسكندرية، لقاهم رايحين أسوان. فعلى طول انت من أول لحظة مش هتستني لما تروح أسوان، ما هو خلاص هم غيروا البوصلة أو الاتفاق اللي انت اتفقت عليه. فالمؤشرات بتاعت الإخوان على طول في أقل من شهور المصريين كشفوها، انهم رايحين لمشروع التمكين بدلا من مشروع التوريث بتاع مبارك، بقى مشروع التمكين الإخوان المسلمين وفرض سيطرتها على البلاد والعباد، والقضية هي قضية الخلافة وقضية تنظيم الإخوان العالمي كيف يسيطر على مصر كجزء من العالم مش مصر كوطن يعني. فالمصريين كشفوهم. هنا لما تيجي تتكلمي على الرئيس السيسي برضو في ست شهور تقدري تشوفي الاشارات، الاشارات ماشيه في الطريق الصحيح ولا لا. فالاشارات ماشيه في الطريق الصحيح، في معوقات في اخطاء بس ما بننساش ان الاخطاء احنا في النهايه دي تجربه انسانيه ملهاش صفه القداسه، وبالتالي اي تجارب انسانيه بيبقى فيها صواب وخطا، وخاصه ان المؤسسات اللي استلمها الرئيس السيسي مؤسسات بعافية شويتين ولا تحكمها رؤية واحدة، وفي لسه المؤسسات في تضارب بينها والفساد الإداري والمؤسسي مستشري يعني، وعنده مؤامرات دولية يعني. مش بحاول أبرر الرئيس أي أخطاء قد تكون قد ارتكبت، ولكن أنا بقول المؤشرات بتقول إن احنا ماشيين في الطريق المظبوط. إن احنا وصلنا للي بنحلم بيه؟ لا لسه طبعا. إزاي ممكن نرجع القيم والمبادئ دي للشباب؟ نعيد مصر فتية وشابة مرة أخرى، نمكن الشباب. أنا دايما بقول تمكين الشباب، تمكين الشباب اللي هو شعار دايما بنقوله في الإعلام وعمره ما بيتنفذ على الأرض. احنا ده اللي لازم يعني نموت نفسنا عشانه. الشباب عندهم جسارة مش موجودة عند أجيال أخرى. أنا أقول لحضرتك حاجة، قرار تأميم القناة سنة 56 لو كان جمال عبد الناصر أكثر وطنية من كده 10 مرات وكان عنده 60 سنة ما كانش خدها. كان لازم يبقى عنده، دايما كان يعني السن زي ما بيقول الخبرة بيحسبها، لكن ده كان سنه 34 سنة، كان عنده 34 سنة فخد القرار ده، لو كان عنده 60 سنة ما كانش خده. فإحنا محتاجين جسارة وفي بعض الأحيان تهور الشباب حتى، فليكن هيغلطوا يتعلموا برضو. لو خدي بالك ان انت لو ما قدرتيش تحولي مصر لدوله فتيه وشابه بتمكين شبابها، هنفضل في دوله العواجيز. ده اوباما قال يا بخت مصر بشبابها. بالظبط. فاحنا بنتكلم على خلي الشباب، يعني انا بقول كده ان اللي فوق 50 60 سنه ده انا بتصور يعني يشتغلوا كده زي الفل مستشارين لاولادهم. بس حضرتك دول خبرة، احنا برضو محتاجين الشباب وجنبهم الخبرة، مستشارين لولادهم. لولادهم في البيت يعني؟ لا مش في البيت. يعني يبقى الوزير كده عنده 40 سنة ما عندوش خبرة كبيرة بدولاب العمل مثلا، جيبوله وزير سابق قيادة كبيرة بفهمة في دولاب العمل وقعدوه جنبه يفهموا دولاب العمل. بس خلي القيادة للشباب. ليه؟ ان الشاب الراجل الكبير بيتعرض عليه الموقف، فيجي الموظف يقول له ايه، ثقافة الموظف هي اللي بتحكمه.
يجي الموظف يقول له اصل اللائحه يا فندم بتقول كذا، اصل القانون بيقول كذا، فماشي على القوانين. فعلى طول يقول له دي بتوقف حتى اي عمل بصراحه، حتى لو كان اللائحه والقانون ده بترسي دوله ظلم او بترسي مبدا ظالم، يروح رافع ايده على طول. ايه هذا الرجل اللي عنده 60 سنه الوزير، ما هو خايف من المساءله بعد كده. الشاب بيفكر بشكل مختلف. الشاب اول ما يقول له اللائحه بتقول كذا والقانون بيقول له كذا، يقول له طب بس ده قانون ظالم، بس دي لائحه لازم تتغير. انت بتشوف دلوقتي الحرب على الارهاب، مصر بتاخدها ازاي خاصه في ارض سيناء وعلى الحدود الليبيه؟ طول مصر، طول عمر مصر وقدر مصر بحكم تاريخها جغرافيتها انها عندها دايما اخطار، ودائما بيجي الخطر من البوابه الشرقيه. يعني من اول الهكسوس لغايه اسرائيل من البوابه الشرقيه لاول مره هيبقى الجهات مش الاربع بقى، الجهات الخمس انت مهدده من ناحيه البوابه الشرقيه من عند حدود فلسطين سيناء. يعني انت مهدده من البوابه الغربيه او من الحدود الغربيه عند داعش وليبيا، انت مهدده في الجنوب السودان والتنظيمات الارهابيه اللي موجوده زائد منابع النيل. انت مهدده عن طريق الشمال بمخطط امريكي صهيوني قطري تركي لتقويض اراده هذه الامه. ادي اربع جهات الاصليه. ثم مهدده من الداخل بتنظيم ارهابي موجود بين ابناء شعبك. فلاول مره في تاريخ مصر عبر 7000 سنه بتبقى مهدده من الاركان الخمس. من الجهات الخمس، هم الجهات اربعه بس دلوقتي بقوا يعني بقوا خمس جهات. فطبعا حجم التحدي وحجم الحكايه كبير جدا، ولابد ان احنا نكون قد هذا التحدي، وانا بعتقد ان المصريين قد هذا التحدي ان شاء الله. بتشوف زياره الرئيس بوتين لمصر كانت ايه؟ يعني انا حضرت اللقاء بتاعه مع سياده الرئيس لما جه الاوبرا، واتبسطت قوي لاني اولا عرضوا فيلم كده عن تاريخ العلاقات المصريه السوفيتيه، فجابوا عبد الناصر وخرشوف وهما الاثنين بيدوسوا على زرار تفجير مجرى تفجير اللي هو تحويل مجرى النيل يعني. وهم في كل نضال الشعوب مساندة الاتحاد السوفيتي للقضايا العربية بشكل عام وقضية فلسطين إلى آخر الكلام ده. فالواحد وشاف النهضة اللي كانت معمولة في الخمسينات والستينات، نتاج العلاقات اللي كانت على مستوى كبير جدا بيننا وبين السوفيت. فما لقيت خرشوف قدامي وعبد الناصر كان هو قاعد الرئيس السيسي ورانا، هو في المقصوره هو والرئيس بوتين، فحسيت فيه كده يعني اكن يعني في حاله تماهي حصلت، ان بنستعيد مره اخرى علاقات مصر المتوازنه، يعني بعد ما كانت مصر ارتمت تماما في احضان الامريكان على مدار 30 سنه ما خرجناش من حضنهم. يعني الاول مره بنتنفس هواء نقيا، ان احنا نفتح نوافذنا لاستقبال كل رياح العالم من الشرق ومن الغرب، ويبقى عندنا علاقات متوازنه مع قوه كبيره زي روسيا. بعتقد ان هي كانت زياره صحيه جدا، واعادت كده التوازن للقوى الاقليميه في المنطقه. احنا بنستاذن حضرتك دلوقتي نطلع فاصل، وبعدها بنواصل فقرات برنامج قصر مصر، ونتوجه بقى ايه للمؤتمر الصحفي اللي هم مجهزين لك اسئله قد كده انت لازم هتجاوب عليها ان شاء الله. فاصل ونواصل فقرات قصر مصر. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية في قصر مصر، واتكلمنا في قصر مصر الليله مع نجم قصر مصر وهو الفنان والمخرج المبدع خالد يوسف، والسياسي ايضا. وهو سالناه الحقيقه مجموعه كبيره من الاسئله، ازاي بيشوف مصر بكره، ازاي بيتعامل مع معظم القضايا السياسيه والاجتماعيه. ودلوقتي معانا مؤتمر صحفي عملناه لحضرتك مخصوص علشان بقى الصحفيين اللي معانا بيسألوك أسئلة جامدة جدا. يمكن أنا كنت شوية يعني هادية معاك حنين عليك، لكن هم هيوجهولك مجموعة من الأسئلة بصفتك بقى طبعا مخرج وفنان كبير. بتمنى بقى أن كل واحد يعرفنا بنفسه ويتوجه للمخرج الكبير خالد يوسف بسؤال.
اتفضل. فيلم دكان شحاتة كان ليك رؤية وأكنك شايف المستقبل، ابتديت بلقطة ل 2013 وكأنك كنت ترى المستقبل فعلا، واللي حصل اللي شفناه على شاشة السينما شفناه في 2013 قطع طرق وسرقة وهكذا. لو احنا النهاردة في 2015 وحضرتك هتصور لقطة تاني ان شاء الله 2019 هتديها لنا ازاي؟ هو سؤال صعب لان دائما الرؤية السينمائية بيحددها عدة محددات. المحددات الاولى هي التفكير العقلي، ان انت بتحلل الواقع وبتبقى يعني متماس معاه او متلاحم معاه فتستطيع ان تحلله وتستطيع ان تشعر به. ثم خيار الفنان بيخش فاكتور او يعني عنصر في هذه الرؤية. فانا لما باجي اصنع فيلم، لما لو حكيت لك مثلا على دكان شحاتة، عندما صنعت المشاهد الفينالة الاخيرة اللي هي بتاعة سنة 2013 وقلت حالة الانفلات الامني اللي هتحصل والناس هتتثبت في الشارع وهتحطوا حديد على الشبابيك والبنات هتتحجب بالعافية في الشارع وفي حظر تجول وفي دبابات هتنزل، هذا المشهد ده كان خيال. ما كانش يعني ايه خيال، بمعنى خيال السينمائي هو اللي قال لي المشاهد دي انا حاسس ان انا هشوفها، حاسس لدرجة ان المنتجين ساعتها ما شافوا الفيلم قالوا لي مين دول، يعني ايه علاقتهم بالدراما بتاع الفيلم، البطل مات. فقلت لهم انا حاسس ان المشاهد دي هشوفها، لان كنت منغمس في الحالة اللي انا بعملها، الرؤية اللي انا بعملها، ولقيت المشاهد دي فرضة نفسها عليا، نوع تقدر تقول عليه نوع من الالهام بجد يعني من عند ربنا. فانا الان لو جاوبتك هجاوب عقل فقط من غير خيال، بمعنى ان انا هكلمك كسياسي انا شايف المستقبل ازاي، ما هياش فيها خيال الفنان. خيال الفنان ده لابد ان هو يقعد يغوص في الحدوتة اللي هو بيعملها ويشوف مشاهد زي دي بتجيله عن طريق الالهام، بتكمل التفكير العقلي اللي عنده. فلو رديت عليك هرد رد قاصر مكتفي بانه المواطن خالد يوسف مش الفنان حتى خالد يوسف شايف المستقبل ايه. فهقول لك ببساطة ان انا شايفه احسن بكتير، شايف ان احنا سنزوق ثمار ثورتنا وثمار صبرنا في السنوات القادمة، دولة العدالة اللي احنا بنحلم بيها هنبني اولى لبناتها في السنوات القادمة، المصريين هيبدأ ياخدوا حقوقهم، مش هنعيش الحياة الرغدة يعني اللي بنحلم بيها في احلامنا، لكن هنعيش بكل تأكيد حياة احسن من اللي كنا عايشين. مش باقي مني غير شوية ضيف عنيه، انا هديهم لك وامشي بصبري في الملكوت، يمكن في نورهم تلمحي خطوه تفرق معاك بين الحياه والموت. ان شاء الله باذن الله. اتفضل استاذ خالد، حضرتك اكيد شفت الفيديوهات اللي بثتها داعش لاخواتنا الاقباط ذبحوهم، وقبل كده برضو فيديو الطيار معز. حضرتك شايف ان ده، في ناس قالت ان ده ممكن يكون تمثيل، والاخراج الرهيب اللي بيحصل في الفيديوهات وحركة كده شفته، تعقيب حركة ان ممكن ده فعلا يكون حاجات يعني امريكا فعلا مشتركة في تمثيلها او في اخراجها مثلا، وممكن يكون الفيديوهات دي متفبركة زي ما في ناس عرضها على النت ان في ممكن يكون ناس بتندبح وهي اساسا ما اندبحتش. لا انا عايز اقول لك حاجة، انه الفيديو ده ينبئ ان وراء هذا التنظيم يعني آلة كبيرة لا تمتلكها الا يعني مؤسسات ودول واجهزة متقدمة مخابرات متقدمة جدا. فانا بقول لك مش الفيديو بس اللي ينبئ، انا رأيي مشهد داعش من اول ظهوره ينبئ ان وراءه دول، لان مفيش حاجة اسمها تنظيم يطلع للنور كده ويحتل مدن ويتقال ان ده طلع كده فجأة. اي تنظيم زي ده بيبقى له ارهاصات سنوات قبلها، فمعنى ان هو يطلع لك كده فجأة ويستولي على معرفش ايه مدن في الشام ومدن في العراق ويحارب دول، ده معناه على طول انه وراه دول. فهذا الفيديو بكل تأكيد، بس انا حبيت اديك الصورة العامة، ان هذا التنظيم وراءه دول ووراءه مؤسسات يعني، وده هو طريقة لعقاب مصر تحديدا. مصر كانت صيد سمين وقع في حجر الإخوان المسلمين اللي هم كانوا مرتبطين بمشروع
يعني تقدر تقول عليه سموه شرق أوسطي، سموه مشروع هيمنة أمريكية على المنطقة، اتفاق ما بين الأمريكان وتركيا وقطر والإخوان على تقسيم المنطقة بشكل مختلف يتماشى مع مصالح الإخوان ومع مصالحهم ولا يراعي مصالح الشعوب. هذا المشروع عندما فتت على صخرة العبقرية المصرية والإرادة المصرية في 30 يونيو بن جنونهم، وكان لابد من عقاب مصر، لأن كان وقوع مصر كان معناها وقوع الأمة العربية كلها والمنطقة العربية كلها في حضنهم، في حضن هذا المشروع، وخروج مصر منه وكسر هذه الحلقة تعني فشل هذا المشروع. فداعش أنا بتصور طريقة لعقاب مصر ليس أكثر، لكن سننتصر عليهم بلا أدنى شك بإذن الله. وعودة لموضوع لسؤالك، الفيديو طبعا فيه تقنيات كبيرة، واضح أن صانعه كان بيفهم مش بس التقنيات، بيفهم كيف تؤثر في الناس، تعمل ازاي الشوت الصدمة اللي بنقول عليه، كيف تستخدم المؤثرات، كيف كيف كيف. اللي لفت نظري حاجة يمكن ما لفتتش نظر غير ناس قليلين، هي أجسام الناس اللي واقفة بتذبح. أنا مش شايف إن في طاقة هذا التنظيم مهما بلغت إن هو يقدروا يجيبوا 21 شاب كده ممشوك القوام في طول واحد بجسم رياضي واحد وطول بعرض وملابس واحدة. ملابس واحدة دي سهلة، لكن إن أنت تجيبي الأجسام دي كلها اللي هي كلها شبه كده المارينز البحرية الأمريكية، واخد بالك شبه الكوماندوز كبار، يعني شبه، فدول إما يبقوا بالشكل ده وكلهم متساويين في الطول كده، كلهم يجي مترين ولا متر وتسعين وبالأجسام ديت، أنا بتصور إن تنظيم داعش اللي هو قوامه كله عبارة عن مواطنين بسطاء ضحك عليهم تحت دعوة إن الشريعة بتقول كذا وفهم خاطئ للدين، واستطاعوا استقطابهم. فمنهم بقى التخين واللي بكرش واللي قصير واللي معرفش إيه، يعني تنويعة المجتمع العربي. أنت ما تلاقيتش واحد من 21 ولا غير يعني ولد. وبالتالي أنا بقول إنه دول بتصور يعني بل إحساسي جايبني إنهم كلهم ليسوا عرب اللي ورا دول اللي بتوع الأقنعة دول، ودول جايين من إحدى الأجهزة المخابراتية لتمثيل هذا المشهد، لكن الضحايا هم ضحايانا طبعا بلا أدنى شك، ما فيهاش تمثيل يعني. والذبح لا، الذبح تم يعني، ومهما كان على وجه الأرض إنسان لا يمكن يكون بقسوة القلب وقسوة النفسية اللي تعمل في بني آدم كده وتذبحه زي ما شفنا بالصورة المرعبة اللي شفناها. بيرجعوا البشرية للعصور، مش العصور الوسطى يعني، ده العصور الحجرية. يعني ما المشاهد ديت ما البشر ما كانوش بيشوفوها، أو كنا بنسمع عنها في عصر عندما كان يأكل الإنسان أخيه الإنسان. لكن في العصر ده ما بنشوفش هذه المشاهد القاسية اللي هي يعني تنبئ ان مش انسان اللي واقف ده واحد لا ينتمي للانسانيه في شيء. عايز اسال حضرتك ايه دور الفن والفنانين في الفتره ديت، وهل المعالجات الدراميه اللي ناقشت قضيه الارهاب كانت كافيه ولا لا؟ يعني انا بتصور ان الفن بشكل عام طاقه تنويريه. انا بتصور ان احنا عندنا معركه مع الارهاب، معركه مع الظلام. تحاربيها ازاي؟ مش بتحاربيها بالامن بس، انت تحاربيها بنشر طاقات التنوير. كلما انتشر النور، انت لو في صاله زي ديت كلها ضلمه، بتنوري نور بينحسر الظلام. هي دي القصه. الفن دوره ده، دوره ينور. حتى لو عملتي فيلم مش لازم يتكلم عن الارهاب نفسه ولا عن الافكار الظلاميه، ولكن فيلم ينتصر للحياه، ينشر البهجه، يرسم البسمه، يعطي معنى نبيل في الحياه، ده نشر للنور، وبالتالي على طول الظلام يقل. على فكرة احنا وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي عشان القوة الناعمة، واولها الفنون، مش اي مبدورها. لو كانت اي مبدورها الفنون والاداب، ما كانش هذا الفكر سيطر على بعض شبابنا من شباب الامة العربية او شباب المسلمين بشكل عام. لان لو احنا عرفنا نربي اجيالنا انهم يبقوا متذوقي فنون، مش هنطلع ارهابي ولا مجرم. على فكرة يعني بصوا على اي احصائية للمجرمين في العالم كله، مش في مصر ولا في العالم العربي، مش هتلاقوا 99% من مجرمين العالم ومن إرهابيها غير متذوقي الفنون.
صعب بني آدم يبقى متذوق مزيكا مثلا أو بيتفرج على باليه أو بيتفرج على أوبرا أو أو بيشوف فيلم سينمائي أو بيحب فن كذا أو فن كذا وتلاقيه في الآخر. يعني الاستثناء بتاع مثلا فضل شاكر ده استثناء عمالين نتكلم عليه بقالنا سنوات واستثناء تقريبا وحيد في تاريخنا اللي هو 1% ده أو 1 من 10%. فالفن دوره هو أن ينشر النور، ده مبدئي. إن المعالجات بقى بتاعت الأفلام في الفترة اللي فاتت كانت كافية؟ طبعا مش كافية، خاصة بعد هذا المد الفظيع من التيارات المتطرفة والمتعصبة. لا، لابد إن احنا ندرك إن على القوى الناعمة دورا آخر لابد أن تلعبه في الفترة القادمة، لأن تجنيد الشباب دول هو المشكلة، مش الممارسات ولا حربهم عن طريق الجيش والشرطة هو المشكلة. احنا هنحاربهم بجيش وشرطة وبالسلاح وكله وبالردع وكل حاجة، بس لو موتناهم كلهم والفكرة ما زالت باقية هيتفرخ لنا ناس تانية. احنا عايزين نقضي على زي الفكرة. هنقضي على زي الفكرة ازاي؟ بان احنا نناقش الازهر يقوم بدوره، الفنانين والمثقفين يقوموا بدورهم، الادباء يقوموا بدورهم، الصحفيين يقوموا بدورهم، كل طاقات المجتمع تتجمع وتعمل ادوارها، تتكامل هذه الادوار، نقضي على هذه الفكرة. وانا عايز اقول لك كلمة اخيرة، ان كتاب معالم في الطريق لسيد قطب اللي هو أساس الفكر التكفيري، حتى هذه اللحظة لا يوجد كتاب رد عليه رد علمي. احنا عندنا كمان تقصير في الفكر الإسلامي. عايزين لما الرئيس بيتكلم على تجديد الخطاب الديني هو بيتكلم على ده، بيتكلم كيف نرد على معالم في الطريق بكتاب على يعني يستطيع أن يضحض حجته، لأن هذه الأفكار لما نزلت السوق من الستينات ولم تجد من يرد عليها بأسلوب فقهي رصين وفي ردود وحجج فقهية انتشر الفكر ده، لأن محدش عارف يرد عليه. وإحنا عندنا ردود من هنا لأسوان على هذا الفكر، لكن حتى هذه اللحظة ما عندناش الكتب اللي بترد عليه بشكل جازم. إن شاء الله بإذن الله يبقى في ردود قاطعة وكل واحد يعمل في موقعه. في النهاية بشكر كل السادة الصحفيين واللي موجودين معانا النهاردة في قصر مصر وعملونا المؤتمر الصحفي ده، وأعتقد أن كانت أسئلة إيجابية جدا بالنسبة لحضرتك. يمكن أنا ما وجهتهاش لك بشكل، يعني أنا وجهت أسئلة لك بشكل هادي شوية، لكن هم كانوا تنوع، يعني تنوع. يعني غطيتي جوانب وهم غطوا جانب، يعني الحمد لله. وفي النهاية بشكر المخرج والسياسي والبرلماني القادم بإذن الله الأستاذ خالد يوسف. شكرا. وبقول قصر مصر مفتوح لكل فنان أو سياسي أو رياضي بيحب مصر بجد، ولقاء يتجدد مع وجوه قصر مصر. أصبحوا على خير.